أخيراً اتحلت أزمة السكن يا عبيلة. يا سلام. يعني عقبال الظروف ما تتعدل. الظروف عمرها ما هتتعدل لوحدها يا بخيت. الناس هي اللي بتسكت على حقوقها. صح. الناس هم اللي لازم يغيروا ظروفهم. طبعاً. تعرف لو انتخبنا مرشحين عادلين كانوا ممكن دافعوا عننا وعن حقوقنا. العيب فينا بخيت. احنا اللي بنتساهل في حقوقنا وبعدين نرجع نشتكي ونعيط. نعيط بخيت. انت امتى اخر مره رحت انتخبت؟ امتى اخر مره رحت انتخبت؟ مالك يا بت؟ تعيانه ولا ايه؟ انتخابات ايه؟ مالي ازاي؟ مالنا ازاي؟ انت مش قادر تفهم ان ازمتنا دي جزء من مشكله المجتمع ككل. طب هي وصلت للمجتمع؟ دي ليله منيله بستين نيله. ايوه، مجتمع بايظ محتاج لاصلاح على قد ايه الناس عندها وعي سياسي وحس بمشاكل الناس. مالك يا بت؟ احنا مالنا احنا مال السياسه؟ انت سلبي وجاهل وما عندكش السوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. مين؟ سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. انا ما عنديش شاشه في طاشه كده بتهنشن؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني سلبي وجاهل، وانا خلاص من بعد النهارده اللي هبقى سلبيه ولا جهل. ايه هتعمل ايه يعني؟ هرشح نفسي في مجلس الشعب. مجلس الشعب ايه؟ تضحك على ايه؟ يعني هم اللي بيرشحوا نفسهم دول احسن مني في ايه؟ هم رجاله، لكن انت ست هتتبهدلي. قول بقى انك غيران مني. وهغير منك ليه؟ انت هتسقطي بالثلث. انا انجح واكسب مليون راجل زيك وهتشوف. بقول لك ايه؟ ما بلاش ترشح نفسك في مجلس الشعب، انت رشح نفسك في مورستان احسن. كده؟ طيب يا بخيت. هي ليله منيله بستين نيله. اللي انا مش قادر افهمه، ليه واحد زي رسمي بيه يرشح نفسه في الانتخابات؟ يا ابني يا رفيقي، عدوية المجلس لها مزايا كتير، سلطة، عزوة، حصانة، ده غير بقى العربيات والكباين اللي على البحر والشقق واللي 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 شقق. نفسي مرة واحدة حد مننا يمثلنا بجد. وهي شو ترشيح؟ ابدا، انك تكون من اب مصري، سنك ما يقلش عن 30 سنة، وبتعرف تقرا وتكتب، ده غير مبلغ التأمين 200 جنيه بس. شقة ب 200 جنيه. بتقول ايه؟ الله يسهل. كويس قوي ان احنا هاجينا الاول، كده ضمننا رمز الجمال. مبروك يا بخيت. الله يبارك فيك، وده مين مهم ده؟ ده الحاج فتح الله المحامي. وده بقى واصل عبد الحميد مرشح الحزب. ده بانه واصل قوي. ده فئات مالناش دعوه بيه. انت بتعمل ايه هنا؟ انت رشحت نفسك؟ ايوه رشحت نفسي. عشان اثبت لك ان انا لا سلبي ولا جاهل، وان انا عندي فنش 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 فنش، انا اقدر اكسب انتخابات عنك. يعني ده بعيد عن شنبك، احنا هنكسبها باذن الله. هي لسه نازله ايه؟ في ايه؟ واحنا عمال، يعني ملوش تنافس. الاخ خميس رفيق كادر قديم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. نمره 33 و34. روعة روعة. انت جردل وانت كنكة. انا كنكة؟ لا طبعا انا مش كنكة. ويعني انا اللي جردل؟ الاستاذ مش جردل. وبعدين انا جاي هنا من الاول، ومن حقي بقى رمز الجمل. والله ده اللي عندنا، عاجبكم عاجبكم، مش عاجبكم روحوا اشتكوا المستشار وزاره العدل، وبرضه هتفضل جردل وهي كنكه. وتفضلوا مع السلامه، ورانا اشغال تانيه. اللي بعده. نمره 35 و36. ايها الاخوه العمال، لا تنسوا اخوكم الجردل، فانتم من الجردل والجردل منكم. اخواني واصدقائي، لا تنسوا بخيت حنادق المهيطل. شد حيلك. الله يقويك. ربنا يقويك. واحد اسمه رسمي بيه وراكب عربيه مرسيدس ومرشح نفسه عمال. طب ازاي؟ اخواني حبايبي اصدقائي العمال، لا تعطوا اصواتكم الا لعامل مثلكم. اصواتكم امانه في اعناقكم، لا تعطوها لمرتشي او حرامي، بل اعطوها لاخوكم. يعيش رسم بيه نصير عمال. 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 يعيش رسم بيه نصير عمال.
خريطة موقع المعركة اللي احنا داخلين عليها. معركة يا خميس؟ احنا هنحارب وماله؟ نضرب ونكسر ونذبح كمان لو انت تؤمر يا باشا. تحب اذبحهم لك كلهم؟ تذبح مين يا ابني؟ هي موقع حربية؟ دي موقع انتخابية. انت متأكد ان عضو المجلس بيبقى له شقة؟ قلت لك ايوه. احنا يا رفاق الطريق طويل ومليء بالاشواق. مخي تامر. اهلا يا تامر، تعال. اخ تامر كان معايا في المدرسه، صديق قديم يعني، بس المسائل لخبطت معاه شويه، بس العقليه كويسه قوي حقيقي يعني. لفي نحن نشرب بذلك. وقال لك ايه؟ بيقول ان هو يعني سوف يقف معانا بكل ما اوتي من قوه. وسوف يبذل كل ما يملك من مال. لا 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 لا. ولن يتوانى عن اي تضحيه. خلاص يا حاج تامر، خلاص نرجع لمرجعنا. وعشان نستميل الجماهير العريضه لازم نقدم لهم برنامج عمل ثوري تحريضي تهيجي. ايوه تهيجي. انا احب قوي اهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. انا اشكركم واوعدكم ان انا حبذل كل غالي ورخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. اللي فيه جاسوس هاتوه. الله. لا لا لا، استنوا استنوا. الاستاذ نزيه. ايه يا استاذ نزيه، في خير؟ انا جاي من طرف الاستاذه عديله علشان نتفق على ميعاد علشان نتدارس امكانيه التحالف بينا في الحمله الانتخابيه. قوي، اتفضلوا في اي وقت. هنا ما ينفعش، الاجتماع ده لازم يتم على ارض محايده. ارض محايده يبقى ما فيش غير السطوع بتاع بيتنا. النظام، احنا بنفتتح جلستنا هذه لبحث التحالف بين الرفيق بخيت حنيدة المهيطل وبين الرفيقة عديل علي صندوق. انا بقترح ان احنا نوزع المناطق بينا، وكل واحد في المنطقة بتاعته يعمل دعاية لنفسه وللتاني كمان. انا موافق. انا مش موافق. انا مش ضمني انك انت مش هتعملي دعاية لنفسك في المنطقة بتاعتك اكتر مني. ده انت مخوننا بقى بصراحة. انا اقترح. ايه اقترح؟ ايه؟ ايوه اقترح ان كل مرشح يبعت مندوب في منطقة المرشح التاني عشان يتأكد من الدعاية. انا موافق. وانا موافق. انا هاخد المينا وحلقة السمك والانفوشي والمنشية. يا سلام، وانا هيفضل ايه بقى؟ انا وانت ايه اللي هيحشرك في وسط الرجالة بنت الناس؟ وانت ايه اللي هيوديك زنقة الستات؟ نظار كده مش هنتفق. ان شاء الله عننا ما اتفقنا. ايه رأيك؟ يلا بينا. بينا نزيه. جرايه مهيطل، جرايه صندوق. طب اعملوا اعتبار الراجل محترم معانا ده. انا من رايي ان احنا نتجاوز شويه على الخلافات بتاعتنا، مش كده ولا ايه يا رفيق نزيه؟ انا مش عايز اسمع خالص، لان انا من الاول رافض هذا التحالف، لكن الاستاذه عديله ممكن تسمع. انا من رايي ان احنا نعمل حمله دعائيه مشتركه، وبالشكل ده نوفر فلوس ونكبر الحمله. انا موافق. ذهب على اهل اهلي. انا موافق بس بشرط يكتب على اليوفط انتخبوا بخيت وعديله. وليه ما يتكتبش على اليوفط انتخبوا عديله وبخيت؟ لا، ما عشان انا الراجل وانا الست والذوق بيقول ليديز فيرست. ايه الذوق ده؟ انت هتعلميني الذوق يا بنت صندوق؟ جرائيه مهيطل، انت جاي تهزاني قدام انصاري؟ الله 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 الله، احنا الزهر كده مش هنتفق. ان شاء الله عننا ما اتفقنا. لينا. ها؟ لينا. يلا بينا. بينا نزيه. يا رفاق يا رفاق، حلها بسيط. انت النص الاول وانت النص الاول. يا جماعه قبل ما نتخانق، حد فيكم فكر هنجيب فلوس الدعاية منين؟ لقيتها لقيتها. احنا نعتمد على الجماهير، نفتح باب التبرعات. ايه، هنشحت من اولها خميس؟ انا مدكنة قرشين، ممكن احطهم كلهم. انت متأكد ان فيها شقة؟ وانا عامل جمعية، على قد ما تحطي هحط انا كمان. خلاص، من بكرة نبدأ الحملة الدعائية. مبروك يا حبيبي. مبروك يا حبيبي. لا 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 لا. يعيش تحالف الجردة المعكركة. يعيش تحالف الجردة المعكركة. لا 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 لا.
احنا يعيش تعارف الجردل مع الكنكة. يعيش تعارف الجردل مع الكنكة. اقلب الصورة دي شوية. هو طبيعي يعني خلاص. مش كده مش كده يا نزيه، هياخدوا بالهم. شوية في الخباسة مش كده. ايه ده؟ اللي في الشيشين. في الشيشين في اللي هناك. خيط. ايوه. الرفيق عبده ملابيعه. اهلا وسهلا. عبده مين؟ ملابيعه. اهلا اخويا. اشهر مؤلف اغاني، متحمس جدا انه يقول لك شويه شعارات. مهاود مسجاره. اتفضل يا استاذ ملابيعه. اتفضل اخويا. قول له حط فيشه على فيشه والمهيطل زيه ما فيشه. الله الله الله. واحد شاي هنا كتكوت هنا وسكر بره. عديله يا عديله، انت حقيقي حلوه جميله. اديله سجاره. لا ما وخدش في السكه. الراجل الحق يحب الحق والمهطل دايما على حق. الراجل الحق يحب الحق ورسمي بيه. الراجل الحق الراجل الحق يحب الحق ورسمي بيه. الراجل الحق بتدينا اشعارات مستعمله مغشوشه. يالا مش على قد فلوسكم. انت فاكر نفسك انت بس اللي بتعرف تالف؟ احنا كمان بنعرف نالف. الاسفلت منور ليه المهيطل ماشي عليه؟ الاسفلت منور ليه